المقلوبة من الوصفات اللي دخل علينا في مصر مش من زمان قوي، ولكنها لذيذة جدا وبتعتبر وجبة متكاملة. فعندي هنا رز، بتنجان مقلي، بطاطس مقلية، وطماطم، وفلفل رومي، وبصل. بعمل اهي صينية الكيك، انا بعمل فيها المقلوبة دايما، دي تبقى بالنسبة لي يعني ايه احسن او اسهل مقلوبة. تطلعي مظبوطة، مقاسها حلوة، مقاسها حلوة قوي، بتطلع الحاجة مش معجنة، بتبقي ظابطاها، خصوصا المبتدئين يعني اللي واخدين على المقلوبة وبيعملوها من زمان. اوكي خليكم زي ما انتم براحتكم يعني، اعملوا الحل او الصينية اللي انتم عايزينه. دلوقتي انا بعمل للي مش بيعمل مقلوبة كتير او لسه هيعمل جديد، هتعمليها قرديحي زي ما انا هعملها كده زي الفل وجامده جدا. انا فيها طماطم، فيها بصل، فيها فلفل رومي، فيها بتنجان رومي، فيها بطاطس، دي اللي بتخليها عظيمه بقى. بنعمل ايه؟ احنا طبعا كله مقلي او مشوي، يا مقلي يا مشوي، يعني لو هتقطعي بتنجان وتشويه في الفرن ماشي، مقلي برده ماشي، زي ما انت عايزه. هنجيب بقى شويه زيت برده كده في الارضيه، كانك بتعملي كيك، هتوزعيها على كل الايه الصينيه، عشان كمان لما نيجي نقلب نقلبها بسهل كده. ادهني كل الصينيه بالزيت، دي هي خطوه مهمه على فكره، حتى لو في حله اعمليها، حتى لو في حله اعملي الخطوه دي، انك تروحي دهنه كله زيت. اول حاجه هحطها البصلايه عشان تاخد ايه او تحميره سنه، ما تاخدش تحميره سنه يبقى خدت شويه سوا حلوين في الارضيه كده بتبقى حلوه. حطي سكر، وحطي هتحطي بقى على الكميه دي قد ايه؟ هتحطي معلقه كبيره مش مليانه، معلقه اكل كبيره كده مش مليانه. اوكي ماشي. فحابه ان لون البصلايه ياخد اللون المكرمل، اللون البني سنه، عشان لما اقلبها يبقى شكلها حلو. بصوا بقى البتنجان، بصوا الفلفل ده خد لون سنه اهو عشان بس الوقت. تعالوا بقى نحط عليه ايه؟ وهو زي ما هو كده خليه ياخد اللون اللي هو عايز ياخده. هنحط الفلفل المقلي، والله وصفات زمان بترجع تاني في منتهى البساطه. طماطم، شفت بقى الطماطم بقى لو كنا حطيناها على البصل من غير ما نحمره كان هيعمل فيها ايه؟ كان هيخليها على لونها، كان هيخليها بيضه. صحيح صحيح يا ولاد. ايوه والباذنجان، والبطاطس. انا سايبه البصل تحت ياخد راحته في التحمير يغير لون شويه، عمال ما ايه عبال ما رص. البطاطس طبعا برضو الكميات اختياري ماشي. انا اصلا بحب الخضار اكتر من الرز، بس هو العادي او الصح اللي بيتعمل ان الرز بيبقى اكتر. تمام، واروح حاطه الرز اهو. طبعا ما بنقلبش خلاص، وشويه ملح عليها وفلفل. بص بقى شويه ميه كده بس، يعني مش هيغطي الرز ماشي. وهروح بقى ايه مغطياها وهوطي عليها واسيبها تاخد راحتها في السوا.